واحد من أعرق وأشهر المتاحف في المملكة العربية السعودية، هو متحف الأحساء الوطنية الذي يقع في مدينة الهفوف على مساحة تقدر بأربعة آلاف متر مربع، واكتسب أهميته لما يحتويه من رصيد تاريخي. حقيقة المتحف يعني يعتبر من أهم المراجع الثقافية في المنطقة، ويتناسب مع رؤية دولتنا الجميلة 2030 في إنشاء المتاحف كعنصر مهم للتطور والثقافة في منطقتنا. عدد كبير من القطع التراثية وعدد كبير من النصوص التي تتكلم عن منطقة الأحساء تاريخيا كمنطقة حضارية، تتكلم عن بداية خلق الكون من العصور الجيولوجية السحيقة إلى أن توصل إلى الطبيعة اللي كانت تعيش فيها المنطقة، وهي عبارة عن منطقة كانت تزخر بعدد كبير من العيون، وأثر هذه العيون وتدفقها تكونت بحيرات كبيرة جدا وأنهار، كانت عنصر مهم لجذب الإنسان للتوجه والاستيطان في هذه المنطقة، بالإضافة إلى الغطاء النباتي الكبير. الإنسان توصل إلى إيقاد النار وصناعة الفخار والزراعة وأيضا تربية الماشية واستئناس الحيوانات. أيضا يغطي المتحف جزء مهم من حياة الإنسان في فترة ما بعد العصور الحجرية وفي فترة جمدة نصر وفترة العبيد التاريخية. بعدها يمر المتحف خلال المتونة اللي ذكرتها على حضارة الفترة الهيلينستية، وهي الفترة التي واكبت العصور قبل الميلاد والعصور الميلادية. بعدها أيضا نأتي إلى فترة ما قبل الإسلام، وتأتي الفترة الإسلامية، والتاريخ في الفترة الإسلامية تاريخ جدا رائع، يتكلم عن حضارة الإسلام فيما قبل الإسلام وما بعد الإسلام، ممثلة في منطقة جواثة، وهي منطقة سكنها بنو عبد القيس، وأسسوا ثاني مسجد جمعة في جمعة بعد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد الرسول في مسجد عبد القيس بالبحرين. الأشياء الثمينة أيضا عندنا رؤوس سهام أثر عليها في منطقة عين قناص، وهذا المواقع المهمة جدا جدا تمثل بداية استقرار الإنسان، بداية الحياة، بداية تكوين المستوطنات، بداية استئناس الحيوان، بداية صناعة الفخار. بالإضافة إلى المقتنيات أيضا الزائرة، أيضا يوجد عندنا بعض الأشياء الجميلة، بوصلات أو وإسطرلابات وأيضا ساعات فلكية تتكلم عن الفلك. الهدف الرئيسي من إنشائه لجمع مواد التراث الشعبي والآثار وعرضها للناس بطريقة علمية، طريقة متخصصة بالإضاءة بالتهوية أيضا، وهو نواة، وعندنا عدد مستودعات كبيرة نقوم بتجميع القطع الأثرية والقطع التراثية تمهيدا لعرضها في المتحف القادم إن شاء الله، الذي يعني تم ترسية مشروعه، وهو معرض يضم عدد كبير من القاعات، يطلع المنطقة، يطلع الزوار إن شاء الله على تاريخ المنطقة بكل تفاصيله الدقيقة، من بداية تقريبا وطوء الإنسان لهذه الأرض إلى وقتنا الحاضر.